أنت تعيش بناء على ما تريده أم بناء على ما تحتاجه؟ هل تحتاج المال أم تريد المال؟ هل تحتاج السفر أم تريد السفر؟ هل تحتاج الزواج أم تريد أن تتزوج؟ الناس تتزوج بناء على فكرة الإرادة، أنه أنا الآن أريد أن أتزوج، والسؤال هو ثم يخلط ما بين الإرادة والاحتياج، فيقول لك القصة المعروفة، مين حيعطيك كاسة المي لما يصير عمرك؟ يعني أنا لو جبت براد مي وحطيته جنبي خلاص ما فيش داعي نتزوج؟ فبالتالي خلط ما بين وهذا موضوع عميق جدا في علم النفس بيسموه التناغم، أن تناغم ما بين ما تريد وما تحتاج. إذا وصلت للتناغم فأصبح ما تريده هو ما تحتاجه، هي أعلى درجات التناغم النفسي، أصبحت أريد وأحتاج نفس الشيء. لكن أحيانا أجلس مع شخص يقول لي أنا حابب أني أترقى في شركتي، أريد ترقية، طيب حلو خذ الترقية، بعدين بيجي بيقول لي أنا تعبان نفسيا، أنا منهك، صار عندي مجموعة كبيرة من الناس، أنا وين أروح في المسؤوليات، واللي فوق بيضغطوا علي واللي تحت ضغطين علي. طب أنت ليش كنت تريد؟ هو مش فاهم، هو يحتاج يمكن المادة، يعني الترقية فيها فلوس زيادة، هو يمكن يحتاج الاستقرار، هو يمكن يحتاج شعور التحقيق، شعوره بنفسه، لكنه هو مش فاهم أنه ما يحتاجه خلطه فيما بما يريده، فأصبح هناك مشكلة. هو يظن أنه يريد الترقية لأن ما يريده سيلبي احتياجه، لكن قد يكون ما تريده لا يلبي احتياجك. ظل راجل ولا ظل حيطة، لكن ممكن 1000 راجل ما يحسسوا امرأة بالأمان. ليش؟ لأنها من جوا منتهية، هي عايشة عدم أمان داخلها.